المعروف ان الفنان الراحل عمر الشريف ما اتجوزش الا مره واحده بس في حياته، وهي من الفنانه الراحله فاتن حمامه، وانجب منها ابنه الوحيد طارق عمر الشريف. لكن في حياته عمر سر كبير عن ابن رفض الاعتراف بيه. ايه الحكايه دي؟ تعالوا نعرفها سوا. ممثل عالمي مش بس مصري، وحقق شهرة ونجاح في العالم كله. مثل في أفلام أمريكية وإيطالية وفرنسية، وترشح للأوسكار عن دوره في فيلم دكتور زيفاجو، وكان أول ممثل مصري يترشح لجائزة الأوسكار. مش بس كده، ده كمان فاز بجائزة الجولدن جلوب عن دوره في نفس الفيلم، هو العالمي عمر الشريف. لكن في حياة عمر الشريف كان في سر بيتعب حياته دايما، واتكلم عنه عمر في أكتر من مناسبة. فبعد طلاقه من الفنانة الراحلة فاتن حمامة ورجوعها مصر، عمر الشريف كان ليه عدد من العلاقات الغرامية مع نجمات السينما العالمية، ومنها علاقات غير شرعية لأنه رفض الجواز تاني بعد فاتن حمامة، وطردته عدد من المعجبات والصحفيات حسب تصريحاته في واحد من البرامج التلفزيونية. وفي سنة 1969 قابل عمر الشريف صحفية إيطالية اسمها لولا دي لوكا لإجراء حوار صحفي، وبعد 5 دقايق بس اختفت من حياته، وحصل بينهم قبلها علاقة عابرة. وبعد مرور سنة قالت له إنها أنجبت طفل منه، وأطلقت عليه اسم روبن عمر الشريف. بس الأب رفض الابن غير الشرعي وقال: أنا لا أعتبره ابني، على الرغم من أني بعترف أنه ناتج عن علاقتنا العابرة. وبعد 25 سنة على الواقعة، فوجئ عمر الشريف بصورة شاب شبهه تماماً منشورة في الصحف والمجلات، وهي صورة ابنه روبين. وقال روبين أنه عايز أبوه النجم العالمي يحضر حفل تخرجه من الجامعة. اللافت ان الملامح الابن الايطالي كانت شبه عمر الشريف اكتر من ابنه الشرعي طارق. قال عمر الشريف في حوار لصحيفة الاحرار سنة 1999 انه ما عندوش شك انه ابنه، لانه نسخة طبق الاصل منه، ورغم كده ما قدرش يعترف انه والده رسمي، لانه يعترف بابوته لابن المرأة اللي بيحبها بس، يقصد طارق ابنه من فاتن حمامة. وقال ان الاب هو اللي بتعرف امه وتحبها، وفي حالة روبين هو محبش امه بس اقام معاها علاقة سريعة ونسيها. عمر الشريف ما انكرش ان القصة دي اثرت فيه والشاب كمان الايطالي، وقال انه كان بيستناه بالساعات في فندق نزل فيه وقت تصوير احد افلامه في روما، وكان بيتكلم معاه وساعات بياخده للسر. بس الولد كان نفسه في اعتراف من عمر انه ابنه، لكن عمر ما قدرش يقول الاعتراف ده، لانه من وجهة نظره ابن علاقة عابرة ومن ست ما حبهاش.